راه ما كاياك من الجهه ديال سيدي قامقوش وشبروهم وداو لهم كاياك. أيوا صباح النور عليكم ومرحبا بكم في فيديو جديد مع عمر الطنجاوي الخاوة ديالي ماشي بحر انا والموتور ديالي. واخا عملت بك السيده وعدلته ورونته وكنشوفو ما تعدلش يا اخ، واخا سكسفت عليه هنايا كما كتشوف هاد الشكابي كان كامل طاح ليه وتخربيق الرويضه العالم كامل كيمشي. دابا الخاوة اش غنقول لكم، رجع ما كيمشيش، رجع كيمشي وكيوقف، شنو غادي نعمل له؟ غادي نمشي للمرقاله وغنسيبو. بوينو دابا غادي يشبروا الطريق ديال العاشر ديالي هو فين هو اسماعيل الغزال، غنمشيو نصادو انا وياه اليوم كتفهم، ما كاين لا نصيد، البحر عيهرب اليوم الحوت كامل غنصادو. دابا غادي نكسيريو بهاد العتسوق اخاي، العشيور كيفهم في المواطر قال لي دفو عندك في الشكابي عاوز كيبقى يحيح كيبقى يغوص، عارف حالي طالع فيا عباد الله من عزا. يلا مشينا. الله يا خي عثمان 20 عام الخاوة جبت لك الماتريال قصبة ماشي تخيم بنادم ماشي تخيم صار لي بغيت والله الا كتبان لي شنو هاد الروينة صاحبي بزاف شحال تقصابي جبت؟ ثلاثة قصاب وجوج قهوة حلوة اي جوج علاش ثلاثة؟ جوج لاسي وواحد فيخة كبيرة يلا فحالنا مشينا في عام وحنا كنتسناو عاد وصافي 2012 دابا غنمشيو نشبروا الطريق ان شاء الله بحول الله. عرفت الطريق ياه؟ اللي سمعت الحومة الخاوة طنجبالية انا سيفوز باش طلع من جو كمر من ليه هان خبز عندنا خبز راه بزاف ولا يخش تبارك الله هذيك تصاوب بها خيا واش عندك؟ والله العظيم مضخمه وين تعلمت مثل السياده؟ اجي تشوف اجي ماشي شي ماشي بغماله وايا عندنا كمر هنايا صافي لا عندك مين ندبرو خا وندبرو يلاه سير 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 تي لا تبعنا اخي تي لا يتبع تي لا عكسي ومول الخبز الفراد مول كريم ديالو امشوا 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 اسنا طيحنا اخي صافي بركه هي هادو اللي عندنا رونا هاد عثمان الله الا رونتيني كنت خفيف رجعت ثقيل. انا عندكم بلايا بلانكا نعم يا سيدي مرحبا بكم في بلايا بلانكا بلايا بلانكا بلايا بلانكا سير اخي الروضه الحومة عثمان عاود طنجبالية واخيرا وصلنا بلايا بلانكا منظر جميل جدا شتي راه المنظر هنايا شنو عندهم السوق هنايا الخاوه كيبيعوا بطاطا مطيشات والله الا كسمع السوق ولا شي واحد كيخطب عليهم من تحت سمع سمع كنسمع بوق وكذا وقيل لك خلوا ما تعموا شي بالدبياس وما تغرقوش لا شنو مخاص بالدياس كاع عاكي غني دابا عاد نشوفوا شي بلاصه نصادوا فيها ان شاء الله بالجهه ديال فوق نعم سيدي منا عمان ما كنبانوش كنبانو محروقين اخي تحرقنا قبل الوقت جينا لواحد بلاصة جميلة جدا اخي ديالي وخا ما جبرنا بزاف ديال ما عرفت واش كتسمعوني جبرنا بزاف ديال الربيع في بلايا بلانكا جينا لهاد البلاصة الجميلة هنايا ايوا عثمان هو فين هو كيصاد عثمان الصائي صياد ماهر اول شيء تقول عندك قطع لي عنقي يا اخي اسماعيل باقي ما ساليتيه اسماعيل عليني سالي يا اخي وانا هنا كنعجن والله الا جباسوني كنعجن كنعدلو الطعم ديالو الصاد والخبز شي كيصاد بالخبز انا كيعجبني الصاد بالخبز هما ما كيصادوش بالخبز اللي عنده حناش اللي عنده ما نعرفش اللي مرحبا بكم معنا في اجمل بلاصات في العالم شنو صدت يا خي عثمان والو باقي ها انت يلا بدينا دي عينك اجي اجي شنو هذا القوقا ولا راسك شنو هذا العجب قوقا قوقا ويا ماشي قوقا لا لا ماشي قوقا يا انا عيسى بشكال قوقاو قوقاو هذا هذا الحوت الاولاني الصدى عثمان عثمان مالك شنو هذاك اللي ساتسي؟ ضربت ليكم واحد العومة فعلا تركة حشيت انا هادو كاملين غابركم شحال صادنا شنو صادنا ثلاثة ديال الحويت ها هما ثلاثة الحويتات بالحساب ولا أربعة واقيلا تقرملونا
هادو غنطمع فيهم نديهم. ايه يا عمي نديهم نتعشى بيهم. عندنا وحده راه هي فينيه، وحده عيصط بها عثمان، وحده عيصط بها اسماعيل. اسماعيل قتولة الدعوة كاخا الحوت حرق وقيل الحوت علق في خسرت الماكينه عيس ما ندور فيها بغات شي دروس ما فيه. الله ما خسر صح. اي والله ما جبنا شي ماكله معنا الله يعين الشيطان. مرحبا بكم في هاد البلاصه الواعره بزاف. هاد البلاصه واعره من الحريق اخي اسماعيل. شي كايك من هنا فين ما كاينش العساس اخي واش ضعف. اسماعيل كان ادي اخي شبروه بالكايك بوبري هاد اليومين كان ادي داك. شنو نعمل بعدين؟ انا عوضه لا تبصح صاحبي اسماعيل ثلاثه مرات هو كيخرج بالكايك، وبارح ولي بارح بارح مره الثالثه خرج من الكايك من الجهه ديال سيدي قامقوش وشبروهم وداو لهم الكايك عليه. دابا قلت له جبرتو كيشوف هيدا وكيشوف هيدا وكيشوف هيدا واش عندك؟ قال لي واقيلا كتبان لي خرج من هنايا. اي والله الله يحسن اللعب الله يسهل على الجميع. دابا تلاقاني واحد العسكري في المرقله قال لي عمر راه كنتبعك كنتفرج فيك. قلت له طلق الدراري يمشي. وقال لي انا وما كرهتش نمشي. الله يسهل على اي واحد هاد البلاد هادي. حتى شي واحد ما كلشي باغي يمشي كلشي باغي يحرق. الله يسهل على اي واحد. هي الصراحه مابقى ما يليق مابقى حتى حاجه مابقاش كتعجب في هاد البلاد الصراحه. اي والله زعمتي شي والو. انا صرتي تما وندمت. الحجر تما كان جاي نضرب هيدا الحجر. لا هو تما الحجر صرتي وندمت. عثمان فاهم عثمان والو والو الحوت الحوت والو اخي ديالك. قلت لكم الله يسهل على اي واحد اللي بغى يحرق اخي اللي بغى يحرق واللي بغى يوصل اي واحد بال ديالو شي حاجه. كنتمنى من ربي حقا الواحد هادشي اللي كاين. مرحبا بكم في فاطمة بلاصه واعره بزاف. تبارك الله اللهم بارك. طلع طلع طلع. ايه يا اسماعيل يا الغزال شو شنو طلع اسماعيل تبارك الله. جو كيلو ضربيعه. والو هاد البلاصه اللي جينا لينا اليوم ماشي شي بلاصه مزيونه اخي عثمان. هذا اللي قلت لك لا مالاباطه. قلت لك لا نمشيو للحجره ديال الموت. قلت لي غنجيونا هنا. جينا هنا صدنا ربعه الحوتات. الحق شنو غنقول لكم ديك ربعه الحوتات ما غنتزاكلش معاهم غنديهم نتعشى بهم. شو اسماعيل تبارك الله اخي اسماعيل الوالد ديالي وما كيصادش ديك الشيء هذاك الخا. ربعه د القصابه اخي صدنا ربعه د الحوت. بالحق غادي نمشيو لبلاصه مزيونه ماشي دابا تنغدى اليوم. لا دابا دابا وصلت القهوه طيحت لك الكتف ديالك يا دابا غادي نمشيو شي بلاصه نمشيو فحالنا نمشيو فحالنا وحتى غدا نمشيو شي بلاصه. والله الا شي يا اخو راه كيجبد في الربيع قدام شنو خلينا كيجبدوا في الربيع هنا. زيد جبد 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 جات الساعه باش نمشيو فحالنا الدار ديالنا. هذيك اربع الحوايج طمعت فيهم عنديهم حتى هو قول له هيدا طيبهم لي فهمت تعشى بهم. الله اسمع عليه ولا عاد بس هنا اسمع انا يبقى هنا يتجسس اخر غنشوف الخرجه فين هي. عثمان مشى طلع عثمان ردوا من اسبانيا واقيلا شهلة. مرحبا بكم في بلايا بلانكا بلايا جميلة جدا غروب جميل من هنايا. الله نطيحوا من هنا. شنو غنقول لكم اخوتي تهلكنا في هذه العقبة. خلينا مواطر الفوقي وتهلكنا هنا. هذا كيدفع في هذا. عثمان تقطعت له فردينة قطعت لك المايك اخي عثمان. غنتعطلوا شي حاجه ما غنتعطلوش حاجه غنجيبوا العساس مشى. على ربعه الحوتات كتشرينا كيلو ديال الشوكولاته. واش عندك؟ انا عندي هنا عندي هنا يا خاي باش نتغدى باش نتعشى باش نتغدى. وصلنا لبلاصه الموتور دابا غنشبر الطريق. شوفوا على المنظر كيبان من هنا منظر جميل جدا. هذا الطيف الله يلا عيسى واش غنبقاو نتسناوك الخوات. العذاب معك الله ينعس الشيطان. الله ينعس الشيطان. انا فحالنا الضحيه ديالي لا شي وري لا فحالنا اخي ديالي غادي نمشي بحالي. شنو غاتعمل؟ عندك ديك الساك عمل ديك الساك هنايا. بصحة الحوت وبصحة الصبحيرة اخي. صافي اجي تعشى معايا صافي اخاو ديالي من بعد نتلاقاو في اسبانيا ولا في فرنسا ولا في انجلترا. شحال فوق تمشي؟ نهار لسني صافي اسبانيا صافي. يلا الله يعزك الخاو.
اما افتحي الباب السلاوس ما كنشوفو والو. او الجر وصلت. لا اله مورد نقز من ليل شو نقز من ليل الدار الثانيه الثالثه باش فتح لي الباب اخر. انا عارف قلت عليه عيط لك قلت لك يكون الواليد في السطاح على في الله الا قتلني بالضحك الجويار ديالي. حنا اذا عايشين كتشدنا الباب كيفتحها لي هو عاود هما ملي كتشد لهم الباب كنفتحها له معنا وحنا ماشي مشكله. دابا الوالد ديالي مسكين جالس في السطح الوالد ما كيسمعش مزيان عيس ما نغوت فتحوا الباب فتحوا الباب. دابا صاحبي ملي جا تسير وقف عليه الوالد قال شكون انت؟ قال له انا الجار. قال له انا الجار عنفتح عمر راه بقى حصل تما. يا لطيف بوين الغزلين ديالي انا ماشي ندوش دابا صح ماشي ندوش. نعم يا سيدي صليو لي المغرب والعشاء والعصر كاع هادشي اللي كاين. تلاقاو في فيديو اخر ان شاء الله اللي ما عرفتش فيه هادي يكون قدر يكون في النرويج ولا في السويد ولا ما نعرف فيه. تهلاو لنا فراسكم اديو.